الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كواكيل وبقوا لحتني السقالات كمبيدة من صحيح مسلم رحمه الله تعالى. كتاب الحج بين قسو جري، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا مناسككم. حباب استحباب رمي جمرة العقبة، بورتا عقب الله يرادو إن لقنته أما الله طورو سنة نمت كذا يوم النحر مالك دون روغة راكبا أدو قادت ثارا إن سنة هاي مالك توبنات مزدرفة لغا سوك الله من اللي يمادو يلغو بالله يعماش جمرة العقبة إن لطورة أما الله قانو إن سنة تهينا قادت ثارا تهيلين سفر باتايو مزدرفة كتميدي جيد كأت صارن تين هذا كد دقين وهذا صارن جيد كهذا أبورت الطورة تتدور لك حين السنة هاي. وبيان قولي صلى الله عليه وسلم: إن لعبد النبي قولي ساء هيد لتأخذوا مناسككم. عمل كنا إجا قاتا لم تولام الأمر أي خذوا عني مناسككم بيكاد جنت هاي سيدا كوي من رواية كلابا، يعني عمل كنا حجك يقاب كل حجي أما الله عمر يست أنا إجا برتا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم المروزيين جميعا عن عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي قال: ابن خشرم أسوي حوري أخبرنا عيسى عن ابن جريج عبد الملك أخبرنا أبو الزبير محمد أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: رأيت النبي النبي أنا صلى الله عليه وسلم يرمي أصوات قني أما طورا يتوغني يوم النحر مالك دون روغا جمرة العقبة توغن يطوري على راحلتي هش سدوشيدي هش أوصار راسو كدقين نبيغو تورن يا جمرة أيان أركيبو جابري ويقول حقنا له نبيغو أولي مالك أيضا لتأخذوا مناسككم أي خذوا عني مناسككم لانت واللام الأمر عمل كيني عبادتي إن حجك كصاب سني عمرة أنا إيقا قاتا فإني أنو لا أدري قرن ما يموغي لعلي إن مضانها إلا أحج أنا سو حجين بعد حجتي هذه حجي إن كان قداشين أنا سوى حجينا يدعي كرتو قرن ماي طيب يعني أنا سوى حجي حجي إن كدي مؤق بن النبي عليه الصلاة والسلام وإشاره وإشار النبي قال الله شيقي إني أجيش قبتها يا عمر قيسي وحجي إن كدي بنو سوى حجينا إني والله شيقي لكن سل طيفان ودقن مقرتا يوقو شيقي سحابة فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه موجينا نسوا حجنا ينين ين كله حج كين كذا شيء عمل كي قبطور نحل كي قريبة إذن وصنو جديد كأثارن تي مال كين أتكتورتو جمرة العقبة هدي اللغوين السنة هل لغوين تاسة كتوريس إن لبض واي بنان تي هذا اللغوين أتورتو يادو جديد ثارن بين لبض وبنان تي ومسألة إجماع مسلمين تمرن كوا قبان واسكر راعين كل جود لكن واحد لقاها الله كيبا فضي بدن وي وليه وحيد ان كل بحالات اد كسوغان تايبا فدي بدن هدا لوغينيسنا لوقت اد كتورنيس هدا غايد سارنتاينا غايد كد كتورنيس سداسا فدي بدن قولين وحيد ان سو النبي غو يلي عليه الصلاه والسلام ايا وناغسنو ان اد غايد قادتا فيعن اد هش سارن اما نيف سارن اد هلكا كتورتو وينو سو مري خيلغا لا تورنينا خلاف كو جير حال ان سو مري علماء يلي ما بنان ان لا تورتو بعد الا بعد طلوع الشمس قرحن صبح لما تورن كرو يقول يري بعد الفجر بالا تورن كرا ولين تس قرح صبح لكن واغو بريي بالا تورن كرا يقول يري واغو بريين با ولا تورن كرا وين سومري من حيث الدليل هذا حق بدن قليها قبائنا لا تورن كرين الى قرح الصبح هذا لا دليل بين هذا كل سنت امر او شوديو حديث كان كمل خذوا عني مناسككم نبي قال يري عليه الصلاة والسلام حجكني عمل كنا يقبرت نبينا وحوطورت بورت جمرة العقبة هي بعد طلوع الشمس قول النبي محمد يفعل كيسبا استاجيري إيو نهي كيسها لا ترموا جمرة العقبة حديث ابن عباس في السنة وتقرن إذا لفظة مسلم حكى عدا لفظة نسائي وحكى عدا لفظة الترمذي كابو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس نبي هرمري أهل كيزيد طاقت الدرامة نقلاب هرمر شيء وهوانك يوايي الذي تتكحن صناك دمن حقيري
سي هرمرا او سي كولالا اما سي كولاحا من اي جمرة العقبة لكن هتورانينا الى اي قرحة الصواب بحضه اليوم الترمذي في جامعه وحول مركو حديثك شرحها هي واكثر اهل العلم بحديث النبي واكثر اهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يرون انهم لا يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعضها للعلم في ان يرموا بليل والعمل على حديث النبي انهم لا يرمون حتى تطلع الشمس وهو قول سفيان الثوري والشافعي الكاس والمر وحول ضدك حديثك يا قانا بضنكود حديثك النبي محمد قد دون دليله افر دوبن كنت خص علمك حديثك يا قونتي سوحي ابدين ان لا تورن كريم الى قرح الصواب بحضو بعضها العلم فصحي ويدوي بنانتاي لكن والعمل على حديث النبي انهم لا يرمون ترمذي مركه وش سور سهل الماء مركه خلاف كعلوس باس كجيره هذه مركه اي نقطه الى قرح الصواب بحضو ان لا تورن ور لا قرتوي لكن صدح المذهب كدحها دورويه بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وداما بالليل تواداما بحثي كجره ام سلمي ابن عمر يا خلاف كصحابه حال انه سو مري مسند باب كل لوغ توا مخاي هدي اد غايد سارنت هي سنده وا ان اد غايد كتورته وحدثني سلام بن شبيب المسمعي قال حدثنا الحسن ابن محمد بن اعين الحراني الجزري حدثنا معقل بن عبيد الله الجزري بوجد عن زيد ابن ابي انيسه الجزري عن يحيى بن حسين ابن عروه الاحمسي عن جدتي ايدي ام الحسين ايد الاحمسيه المدنية قال وحول ولادك يا ابن حسين سمعتها أيد بان مغلى تقول أيضا له حججت مع رسول الله رسولك لبان لحجي حجة الوداع حجك سقوتسك فرأيت النبي أن أركيو فرأيت النبي أن أركي حين رمى الجمر حلق تورتبور تعقب أو نبي قناي أيان أركي وانصرف أو نكلابتي وهو على الراحلة أسوغ هشيس السارا ومعه نبي حلجري مركان اركي بلال واسامه بلال بن رباح الحبشي واسامه بن زيد بل السعودي احدهما مدكوت يقود به راحلته لبدا صحابي اسامه بلال مدكوت نبي هش كهو غامني يقود به نبي كهو غامني اي به بالنبي راحلته هشيسي بلال بوناها نين نبي هو غامني هش ودي بلال بوها روايه النسائي بعد سيف السنه تكون مرتين والآخر كلبادنا ككلنا رافع ثوبه مرز كرو قاضي على رأس رسول الله متكلبادنا نبي قد دلاليميني مر انتو كرو قاضي ونبي قد دلت وقدقي من الشمس أي من حر الشمس وهو محرم أسوى حرمان وحج كتشرا رواية ذلك الحديث كولها بلال باهاش هقامين يهاش هقان كيدا هاي أسامة زيدنا نبي قد دلاليمين يوم مرا يكوها يسوق الرحضة يكوليك النبي وقد دفاعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يحول مالك أسقى قولا كثيرا هذا الدير بويد عن نبي خطب جيدي منا صحابة والله اللي أدبقوا خطبي عرفوا خطبي ميلوا البن نبي يستقوا مناسبة وحدين وشيكر وشيكر يمحايل ودردار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر قولا كثيرا هذا البضان بو نبي وشيكو خطبه علم الديني دو حكتا مالك امي اد بو نبي قدر دارمي في يوم عرفه ومن وايام منى خاصه ما يوم النحر ثم سمعته يقول نبي مالك الان مقلي ان امر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت اسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له واطيعوا وعكمل هذا النبي مالك ان كم مقلي ان امر هدي امير لقد يقول عليكم دشين عبد أدون مجدع في ذقه قونه فرقه جدع وإن روح أطرافته اللي قوي فرها إيه سنك إيه بشمها إيه إن روح الله قرى اللي إذا أطرافته في ذا لقى قرى لكن هذا وحا بدأ يلوجد ومكر روح لقى قوي سنك إيه دبناه سنك إيه دبناه لقى قوي أما لقى قوي سنك إيه دقها دقها إن لقى قرى سنك إن لقى قوي هذا وصورة آدي هذا فالحن وإيه إن أمر هدي أمير لا إذا كذب عليكم دشي إن عبد أدون حب مجدع رواية حتكون لي رواية بضم بإيمان دونا في كتاب الإمارة في كتاب الإمارة حتكون إيمان دونا بطرقه وألفاظه والروايات يكون سديد بقول صدنا سديد هذا وحين مرة إن كون لباب بقول سجاشني سديد حديث كان مقرر كأي
مكررك وحنو كمرينا صدح كون هل بقول صدني سديات بنو كمرينا مكررك وحنو كمرين روايتك مكررة يعني كل سوء العلية هي طرق ذا صدح كون إيه صدح كون هل بقول صدني سديات بنو كمرينا حديث كمير كي بدون مكرر أصل كانوا وحنو كمرينا كون لا بقول سجاشني سديات كون يصدح بقول وحكوي من دون حديث الطرق روايات كتاب الإمارة في باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية رقم ك كون سديت بقول صدني سديت أضاد هاي ستان مطني غرقي نايستا واتكفيرين كرتان القاس إنه كوفا فاين دون حديث كمعاني دي سكوسا بسن حكم كي إمارة سياسة شرعية لك هذا وين ظل مرين إن أمر عليكم عبد دي الليلة إن أمر عليكم عبد عبد مجدع في ضقق ودقها إيه لقوري سنك بادير لإذن كأمير لقو حسبتها وحان أمرين أم الحسين قال إن يتري أسود أولي بمدو أضون مدو oo sankii dhagaha bal la gooyay hadii amir iyo madaxweyne la idin ka dhigo fasma'u lahu wa ati'u maqla oo hoggaansama u dhaga wadanaada oo hoggaansama fasma'u lahu wa ati'u inaad ruux halkiisa yeeshood maqasho ayaa ka koreysay inaad horta adeecdo oo hoggaansato maqalba horeeyo dhageysi wanaagsan kadibna wixii aad maqashay wanaagsan aad fuliso yaqudukum bi kitab illah كتاب كائن كوه جامن وشرط هدي لي أمير لي نكده أدون مدو أو سنك يدجها بالله جري أو صورة فوش حن لو بدلي هدي وطلدا إيدين قبط لكن كتاب كرب جين كل قهايو فاسمعوا له واطيعوا ما قل أوه جان سما رواية حديث كولا ونمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له واطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله ما أقام فيكم كتاب الله انت الى كتابك سوينه من اي مقل او يالا يوم عرف سيدا النبي عليه الصلاه والسلام يوم من النوايل يا ايها الناس اتقوا الله حديث روايه كيس اتقوا الله واطيعوا وان امر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له واطيعوا ما اقام فيكم كتاب الله وفي روايه ما اقام لكم كتاب الله ثم قال هل بلغت كسيدا النبي اوو شيغو ادون حبشي او دغا غرغران أمدو وحق الصورة ابن آدم ك فالحمضة إيش يصورة بدل كالجوس سمي هدو طلدة إيدين قبطو لكن كتابك رب يقول كل حكومة يمقل أو يلو كأمر قاتو هكوب بحنا الله دع الله منا نبي حوله هل بلغت ميدين قرسيي نبي حنا قتل مع عليه الصلاة والسلام حتى قتل ما هي قفك كما مولا يقتل لها هي ومهمة قف كرسي كفر يسني مهمة هذا قرادو سنك هجو أنادو تيمو هجو أن هنقدين هجا أبنادو هم بدو بادو حق النصب كهل اللي يدو نين لحرمة هنقدو وحدون هنقدو كل قدوام حيدت كازيوا ووسيله هي نائبين عن الله سبحانه وتعالى مقصد كي وجدوا كتابك رب إنه تليه وما دوحة لقوم ما ملا يلا فيرنا ياي لأيجي مهيو أصل كقف كما مولاي هذا يسكوك هاي هجاجا لكن قريشنا إن ما مشيدت كسوسوبنا إن ما مولان كتاب رب ينقول ما مولان والنبض يعانو وصوبك يعان لا يسكوت درا سمن وعسل بالله جادا سمن وعسل وملا بيعان لا يسكوت درا أما وملا بيسوبك لا يسكوت درا هذه لكن لوايو وحن إيجي إن قفهم حنقول ما مولاي عدو دون هنقو قليها يدوك اللي دانت كحد قلتان هنقضو iska bada adoon habash oo dhagaha quran oo quran oo sanka la gooyo diifka ka socdaan noqdo dhaguur ebriyeen oo daqsigu daba mawleeyahay kitaabka rabbiga haduu talinahay maxaa ka maqan adu tay hadii aan kitaabka rabbiga uu talinaynin nabagu xunu cadeey inuu ruux alaheen wax xurma amala madaxdaas madax inoo ma aha muslimin ma aha fasma'u lahu wa ati'u مقل واجي مفهوم مفكوا محي ما مقلي أهم مقلين هو جان سمينا حديث كي قال نبي الله هذي نمكوا أي حد جدبان ويجائرين نقضان الصلاة أي به الدلان ويجوا حق رقم كذا نمنحون أي نقضان ما نقول بحنا الله دجال لنا لا ما صلوا أنت يتكن هيار داي فرحك قال حديث كي قال عبد عباد بن صام نبي الله ما نقول بحنا إلا أن تروا فيه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان نيك سادة كتقوا قال نيك قال لما لغوارك والغبح والدميني نيك كتاب ربك أن نقوم للملحوين من نغني وأجمع المسلمون على أن
الخلافة والإمامة والإمارة ووسيلة وسيلوي وأذيك أذيك باطه شقالة إلهي الدين كسو أذيكي مهمدون أمدو كتابك ربك إنا يقول لقنطي الله أضمون قطوة إلهي الدين كسلوه وقامي خلافة محاطنة وسياسة الدنيا بالدين وأدونك ألغم ما مولو دينك رب سودة جعل الله الخلق والأمر مقصد يوجد ماها إنا أضغو التاليسو مقصد يوجد وحاو أمدو ني الله أضمون أهاتو ألغم ما مولو كتاب كزوادا كتاب أنزل الله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون كتابا سودة جنة بركيسا أسقر راع الله نكعبسلا مركز النحريس ليس إنا لا أدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يعني مهمد الإمارة والسياسة والخلافة كل جد ووسيله أديغيسة إن أمد أضم الله إن قطلوا ما مله كتاب رب سود شيء هذا كتاب رب تلينين هي وإلا الدمية وحين نظام رب إذا أودان مضحي دي ماها دولة إسلام ماها مسلمين ماها وقال مضحي غابا وذاتك أقل بحين هينا أيه كسيحون يهي وبلع باعور واطلع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي تاريخ السماديب وفيريو نظام كستو علماني أما الديمقراطي أما الدين لاواء مركم مسلمين تصمالي قبصدو وذا دون نعم لي أقل بحي الدفاع جري جري حلق آذان عدي تاقنايين إن عبد الرشيد شرماك حلق سيبي تاقنايين إن سياد بري تاقنايين محاكو حقي عبد القاسم صلاة بي تاقنايين علم امحوها علي المهدي بيتاغناين عبد الله يوسف بيتاغناين دغالك علي محمد عبد الله يوسف حتى اسليبو كبل لو لو دغالمد غرانيسان وصلاه الله كلا غوستي وداد ريبور ما هبا كقنود المسال مشاده كميد اسو هبار هي عبد الله يوسف دولديسي قوليه دارو تراد غوستن وي كبخين صفك طيب تضم بي كبخين قوليه وين امين بيد سيف عم بي امين ودهل هدا هدان بلا كقنود حسن شي محمود هبار يا دريري قولي واجي كدريري عبد الله يوسف وحاسن عن في عماي كتابك ربي هدوس تلينين نظامك ونظام قال لي ما الدين تشغل عن كل هين وإن لدمي واجب تاي وذات كوقيل بحين هاي أنا محمد قولي ذو كلو ويوم ودعين هاي وقيل بحين هاي هاي هاوش محمد سياد بري يا اللي كله قيل بشير أحمد صلاة بريان خلق لي يعني أرك هاي أيقون بولمدي هاي وحبايا بضاس بين تالين كو آخرين بركان كتاب الإمارة قالوا بن هدي الله يقص مسبعنا واهل دون هذا حجب انه كجرا وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد مسلمة الباهي للحراني انا عفوا انا عبد الرحيم محمد وحاو كلفهما وحا اديق وصيله اهي مقصدك مقصد كان بين لدين شيئين واحد واحد دوله الاسلام ودونك لو قال هي يا دستور اسلامي إيو شرع اللي قال يا متشرو ومضى مسلم كان الدستور وما باهني وحيو باهنتاي وحي أصل يكسو دقم جرتي كوني أفر بقوله سنو وحنا الدولة الإسلام الله أنا هي نظام إسلام وشقية وادور بقوله سنو كون كاسن ومضى وحي الوسو دقم جري إيه دونك يكو قبصتي إيه مقعي شرب يكو يالتي إيه عزة يكو يالتي إيه قال إيه كقاعد كي إيه يوروبيا قلبيت بقى يسنكو دعانا كل سجرتي كتاب كاسو طلية وها إيه سنو دولة قدقمو هذا يسكتور خلاصات فربنا دستور كوام هاي دستور كو حاوي نمنك رأي قلبت فرنسي نجوميستان نقصو الدولي قرنك باللوجيس نقصو الدولي قرنك سالي تمنات أين قبس ذي يا مركي نقطعك نقطعك أو يلي بس أنا قوي نقطعك لكن وين الفلسان دردارا كان نج أذاي بنتو دردارا كتير مارك جرتي أذاي يسكتور يو يجيها ساعة أرطع لقوس دقو ساعة حلقو وضو نمنك وين نقطعك لكن تدارن كودي يهوله هودي بان كل قناة ولا فولية هذا وحيب الله بمك العقب اللي ده بتشوفه أنا وش ويروح هذا يدك وطا من اللي تريبه ودي قل يا إسلام شكتا وده نفط إنه كأنه هذا وحيد ما وده كرتاني أنا قاعدين وده إنه فنك واقع العقد واقع كيدي ده واقع وحلقوا قبان لها حكم كيس واقع مجيء سواقع إسكيلا بنتها اللي دوشي
وعمر لوسو دي بحقوق بوكت ماني لوشو باي واسكا لتفيانا بانانا ونين دير قرد باهاين وقرية دبالة هذا كور إن كشيكي يسون دين تينا إذن إذن كدل فينين وحكست صمالات دوي أكتاي لكن هي قبيالات با انت بضن إذن باب إنيس عن أبي عبد الرحيم واسمه خالد بن أبي يزيد الجمحي عن زيد بن أنيسة الجهني أبي عبد الرحيم بن متابعين وذات كوريا مع غيم عبيد الله الجزر عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحسين عن أم الحسين جدتي أيدي أهيد قال له وعيد لقبر دازي حججت مع رسول الله حجة الوداع حجك سقوتي سكي النبي قال لحجي فرأيت أسامة وبلالا أسامة بلال بن أركي وأحد ما متكوت آخذ أوهيو بخطام ناقة النبي نبي محمد هشي سهشه وقان كيدو هايو وانا وحو اهانينك هشه هاي بلال والآخر كاللبادنا رافع ثوبه مريس وكرو قد يستره من الحر أسوى النبي كدل على كأستره يقول كيو من عدق الرحض حتى رمى جمرة العقبة إلى النبي تورطي جمرة العقبة أيو دلالمين يي حق الحديث وحاك قجر مسلمه مهو يلسكو خلاف فقه أيدهم بعض السلف ما بنانو مركز حاجيقة تاي إن الدلالين قاطو أما الدلال قاطو أما آدمد حاضر هوس كقباطو قيدي وحنو عاسقاطو إن حديثكو حعدين يا إن هوشا بنانت النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو إن يلي إغا قاطو إغا برتسيد اللو حجيو خذوا عني مناسككم أيا سيدة السمييي رالنا كأها رواية دي هرانا وإنك صمر وهو محرم إنه صحابي أي قبره تري أم الحسينة جماعة من السلف ويتعلان جن عمر كمدي هاي وحورن جرين الله أسوى حجيدي إدرتي ماشا أتمد بالضضعة يروك هانا أتمد سوق الرحو أصوب النه بلاد هذه يمدح هذه كوكتابه ربي حقي سأوفر هذين توجيه هؤلاء تندا هذه ستي جيد أثر ستي موين وح دلالين أما دلالها قادني ورن جرين طيب لكن حديث كان أيا يا حجاب بكوا جمهور السلف نسيداسي قائنا يبنانتهي وحدي من أيسان لهي قال مسلم حول أبو الحسين مسلم الحجاج أبو الحسين رحمة الله تعالى عليه واسم أبي عبد الرحيم يا ضربته خالد بن أبي يزيد وهو خال محمد سلمة ويلك وحقق هذا أبتقي ويلك محمد سلمة الباهي الحراني عن أبي عبد الرحيم خاله وي. مسلم باكوشه وأبتقي روى عنه وحوكوري وذاتك أبو عبد الرحيم وكيع وحجاج الأعور حجاج محمد المسيس الأعور وحب كورية وكيعنا وحب كور الشاء برقو حكوشة إن الله يقانوي طيب تهورا قصة بسنا دون كحبش قد اللي دين ديبو لبا حالون بالقوفة سرويو وانيق صومر وان إيمان دون تا قفك مسلمين تمدحوين أون قونية مدحوين قوت مسلمين تردن بخليف أون قونية الإمام الكبرى الإمام الأعظم لا يكون إلا حرا بإجماع المسلمين وحاشر دينو حرية هاي شروط وحكم إذا قف مدح بنام بمسلمين تقول نغن كرا خليف جودو أيجا برو كرد حيا كوه هذا جو كونتن كي دور كأماء حتى هدي لا يدوا مسلمين لا يدهدو ما خلفاء عظم عظماء ما خليف كحكم كرانا قادن مهيان وأمراء كإمارة السفر أوي تقول هذا هذا ما كان سفر إنسان سو نبي عمر دي جماعة هداتين وصدحي أفر يبتين وين أطمي سلطان أمير نظام بالله سميسن قدوميان مقعبانينا انت انا كان شعبا انونا ملك السميسن تسكوه مادان وانا يتلوض ومدوده مامو لياشان سوه مادان قوليها مركا دونك دوبان دوري التطبات كنتن يدورك هديب الواب مسلمين ماها خلافة ماها احكام تخليفنا مالها لكن هي وحي لمدهين امارة السفر وبها ديكو نغمان كتابك الرب جاي أميرك سفرك محلقة ربعين وشرع هذا كل رقم وجمع على وعدالات كم مامله أو دمريه أو نحاريسته وحيس كو قبطان أو سفع عنه كل حكومه صلاة دوها قاتيه والله سالقة ربع هيا راض هقا بينا دي نيو البو مسلمين تلاوها هيا وحلقة ربع أن يحكم بينهم بما أنزل الله هذي اللي بوي لو فرط برانا إيسا إيكوسو كوي ما دانو دانا ديرو أني يويل كان إيسا إيسا كينا فرق الحسن وتصاو في رسو وكيف ارتقوا الحسناء ونقضوا قليه ششايا ونقضوا كيف ارتقوا الحمانة وقرابات نقضتان او ترى هذا فرق الحسن معناتها هاي قادوا الجائرة بإجماع المسلمين آياته باكو قبان ومن لم يحكم بأنزل الله فلاكم الكافرون وفرت وحل اسكده
فرطة أي كتر تمهيين وليها اسكولات كجوغ مدارستة امتحان بيقاضان عرورتي هي هي حقوق بحية أما قرابة أما والدك ويرونا درجوين بضان باللوقوري ويلكي حريف قايل لك حقوق شديدة بضانة أما ششيها أنا يا الله حالسين هيا سي ماينس بالسين هيا إن إيه بلاس يبي بلاس بالوقود فني ومن لم يحكم بقمار سيقول لو الله إلى ضوء ترتمها يا أنا كافهم بدنا كأقوم بين ما يبالس قايا إسكا إلى لي قضوه يحكم ما هول سهلا لبر روح يود حي هذا كذا حق شو وحاكم باته قاضي باته وأنا كل حكم كنتو بالعدل هذا جديد سوما أيدي ما إداك هاي رقم كيهوديت منافقين شق شق كتب بالوضع مرك خليفة عام كامن وانكر إلا حالة الاختيار إلا حرا وإنه قرش النقض حرة عالما مجتهدا وعندنا اختيار أمير كان مرك حبشي جاي مجدع الأطراف كي وحادعي كتن لقوضه جوبرناتوري أمير الجيش أو حامق عابي خليفة إنه حود يبين قيمة بدون أدونه هو أقول لبوارك كاسور الدقمة هذا مسؤولك قبل كذا جوبرناتورك هاوشا قابو وحلو أضيعي يا سيد الله أضيعه ومرضى أحرار تعب الله أضيعي ما دام وكتابك الرب جاي إنه حكومي وحاكا ودع كتين لقوضه وابا خليف جود لكن وحقوق بصدي بالغلبة والقهر والشوك أضون بأنتو امتحان نقضي يوضد كاعد كريب حو كرسي وكو قبصدي هدي لا لدق على من هديك بدم بعض دارنا لكن كتابك ربك أنك ما ملي بقوله والكتاب كذا قات وحيد كذا إن عربي ذا قروح سن إيو أنا با سن كان قونا ذي كتابك ربك هات لي الله سومر علي مصر كتلي نمك مالك تذكر ميزة مصر بي قبصدين شام ونام بي كتك نمك تترك جبيه يا هاي مما أضومي يا هاي قدس سيبدين قدس إنك لوجري الظاهر بيبرس محي هاي نمانكي أتطار أدوك نسوره انت يبارك أي مادة بغداد عراق سوق بصدي خراسان سوق بصدي دونك رنب سوق لقي وحالو جبي فلسطين فلسطين مال علسوي عدم ما كتشبي غير روم بعد غور كتشبو دقال كي يرموك إخاد من وليد وقرر وحي كدعي ودقال أين سحابه وولي قد مدلا مدى قلين بوها يرموك دقال كدعي إخالة قاميني فلسطين باي آيد حدود دي ذا موقعة حطين باكرد عضي وصلح دون أيوب كتشبيي سلبيين تهيز عالم الإسلام يدور بقول صنع لقرك عنواي واجد دمرة سقاشن سنة ستوس وقت اللي أدون كاسو ربو هيست حطين بالوجود جوا أيضا فلسطين كتالة عين جالوت باتتار الوجود جبيي شم بقول أو كن وتتار بان هارو حكبحن way baqdeen naysan meel baysan la isku diyaariyeen dagaalka la soo rogeen 200 bay diyaariyeen ayda wala leefay nimanka leefay maxay ahay adoomay ahaayeen uur islaam culama way in la diibiyo su'aal sayidda la idin geeyo adoonku marba laga yabo inuu noqdo min khayr bana wa islaama ninka oranjeri sidoo qudus waaga dambana ay dileen qulyaan mamarigti badri markuu tatar jabi oo soo noqday asoo ku naaloonayo guul oo lay aad masar fariisato bal wixii dambe aad diyaarisid iyo dhaxda ku direen muslimiintu waa dilo wala ikhtiyaar yee saaxib isla hayaan oo adoonimo isla soo mareen oo maamulka isla wadeen oo u balan qaaday markaan jabinay tatarka xalab baan ku dhiibi doonaa iyo asoo qudsu xusu diyaarinayay wuxuu arkay in hawsha ay meel fiican maraysay xilkan iskaga dago ومسلمين تنا محيون أوجدها صاحب كي الظاهر بيبرس بيبرس واليبان كاردي وحابك في عين لوديبو مسلمين تنا محل أوجدوا قديارنا يا صاحب كي سيفدون القدس ما إن كانوا حقود قال الله بسير رجوا من قود قال الله ما أسرع شود دقي فرس كسيبو كد دقي تي لقد دلي وحط ركوا في يد هلمة كبرنام كود دقي كل جيبا قعنت قديار دور كن تتار نبلايوها كان لكن كبلا يسنا كلا سحب كيا سواء دم الدليل دونا عروج هذا الضمال مربى لقيا بنتي نرجعين نقول درعيا نقدان إن الطلاب لو رجعان فودنا لقلم وعي وأنقض القاضي إن مرك أضون نمت كود يسنتاج كود هذاي نقول ما مله هيان كتاب كرب بجاي هذيل كتاب كوسنتلينه إنه
قاضي عياد حول مسؤول تحيو كو إجماع وواجب نين كان لغب حول الدمية فدنا دي دونها كرد عضو سوماليان روح باك الصوهرين مقدران اسكو دحال كتابك إنو التاليو وحان كاين مي يلي كرو يا بين لا يدين شيء ضروا ضروا مصلحة الله في رياء وحكا سوكية ها كتابك إنتو التالينا يوي أدون هاسكا هذا إيه هاسكا هذا إيه نمان قرشي أهين ها خمرة هاسكا فوضو ميلها هزين يستو أصور دعي الله سوق هذا قرق هلا كيونو حارك هالسيرو أصدق أطلع وحمان تيس لكن كتاب قادو التالينا يوحو كستوان دول قادنا إنه وحن كاين قال نمو كتاب كين لك تقرأ وقال نمو وش هاسكا أقاد ينبين لدين شيء مارك حالة الاختيار لما أقوله وحن كفسر إن حبشي كان عدون كان والي أما قومر تروي إما خليف عامة عند ضرورنا ونقون كروين الدعدي إن بدن بين الدعدي باب استحباب كون حصل جمار بقدر حصل خذف وحبابي هاي إن لتشعلي هاي كون حصل جمار بورتاس عقبه رجح لقو توريو بقدر حصل خذف رجح لقو فنين تمية قرور حيرك يسال لقو تورو كلا لقو تورا هي جمال انتظر قاطو ماشي تشبين ماشي مدن الدلي ماشي حدثنا محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم وحيري حدثنا محمد بكر البرساني بوجه إذا أخبرنا المرجوع عبد الملك أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابن عبد الله الأنصاري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رسول كلاه من أركيو رمى الجمرة بورت كجرا وكطوري بمثل حصل خذف قرورة رجحي سوكله فنين كرجحي سوكله عفوا باب بيان وقت استبعاب الرمي حلقة لتشعليها إن لطورت بورتا إن لعديه حدثنا أبو بن أبي شيبة وحدثنا أبو خالد الأحمر واسمه سليمان حيان سليمان حيان وابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي عن ابن جرير عبد الملك عن أبي الزبير عن جابن عبد الله الأنصاري يقول قال وحول السحابي رمى رسول الله رسولك إلهي باقنو طوري الجمرة بورت يوم النحر مالك دوندوغا ضحن برق النمو حلق الله برقنك يوحي كدن بي برقنك إلى ظهرك كهر بواناكسا هذا يكون سورة قلي ويدو إلى قرح يكد عيسو وطوران كرتا إلى قرح يكد عيسو ظهرك بعد ظهر بعد العصر إلى مغرب كهر لكن سيدة سنة في عن وبرقنك إلى ظهرك بعد ظهر نوالي الضرورة بأي والحاجة إلى قرح يكد عيسو هذيك ما الله طوران كرا نينك وايا حتى وطوران كريك بأي وطوران كرا حديث بنا كنت ميد أهل العذارك إن طوران كرا وأما بعد انت كدب صماها بعد يوم النحر وي فإذا زالت الشمس بالا طورانية يوم النحر وحي كدن بي ومالك ويتمناد مالك الله بيتمناد صدح يتمناد وجمارة صدح دابا الله طورتي دات كوباية تلباية صدحات بالا طورت أيقو حالة طورتا وصنو طاي بعد الظهر هذا ركتين وكان معلومات من الجوكتا وأما بعد يوم النحر صماها فإذا زالت الشمس بنبق تورنجري مكو قرح الزوجة كدب وصدح البورو تكوب هذا وحق مثل الخيف جرتا تلبات نحر كل جرتا وصل إذا توضن بيسي جمت العقبة حق مكي حكتا وأنا إيمان دونا وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا ابن جوي عبد الملك أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي أنه سمع جابن عبد الله الأنصاري يقول أصغوا لكان النبي بمثله فذكر وحو شيغي بمثله عيسى شيغي عيسى أي شيغي متابعي أبو خالد الأحمري ننكي ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي كلهم عالم جريج فذكر مثله حديث كذا صوم الركل وشيغي باب بيان أن حصل جمار سبع حلق الله تورن لهوا محي مالك يوم نحرق وبرقنك طيب ما المها كرنا بعد الظهر بالله تورنا عند الحاجة وضرنا والله سو شيء دقح لقو توري قدر كيسو دقح يرو كلقو فنين تمو كلا أي لقو توري دقح وين معها وحاسوها رمى كتردي دقح قدر كيسي بالقو شيء بورت الله تورن بالقو شيء حلقة توري بالقو شيء مشهد كي استاج حالة إنه صوم يبان كلا جي استاج يو طيب حاقو سوها رمى مقر دقح بالقو توري حدثني سالم بن شبيب المسمعي قال حدثنا حسن بن عاين طريق هران صوم الروي وقصب بالله حديث كان في الأي باب كذا بان قصب بالله صوم ما هين بس حديث كل سنة كل بعض بوها سنة كل بعض
حدثنا معقل ابن عبيد الله هذا كوشي وابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ووتر ورمي الجمار تو الاستجمار دقح الودر بيشو مرها الداد استجي سنيس ودقحكو استجي سنة مقري يصوف يوتيش وحنو عازة صدح بات كدق يساوي الاستجمار تو أي وتر صدح دقح بال الربا أما صدح مصحات بال الربا صدح قري ودادير بطوق أما صدح قربة تيشكو قوسن أما صدح دقحو كوسكوسن بطوق مديفين كرا ماشي سحر وكسو بحضي أما كذو أي كتمت الاستجمار دقحيسو لقو استجيستاي تو أي وتر واترائس دير صدح بال قدقي دي كوكو في الله ويدان الشن دي كوكو في الله وتضوبو دي كوكو في الله السقال ترى ليس بالقضية ورمي الجماري بوراها صدح إلا طورنا وحال إيه انت لغو طورها هينا تون اي وترون وترئيس دير بورنا وامحة وتضبو تضبو لغو طوري تنات الضبو تنات الضبو لباتني كو والسعي بين السفا والمروة تون بورت الصفية نحو إلا ورضي مروانا وتون اي وترون وتضبو سقون وترى وترى إلا تضبو جربا الله ورضاه وإذا استجمر أحدكم نبقى كسو عشي متكين هدو ضرب يلانا يورا حكو استيسانا يورا فليستجمرها كو استجيستو أما كو دعيسو بتو ترأس دير وضعف من قد تقل والضواف الضواف كنا تو ناسنا وتروي ضواف كنا ووترو أدنا وتدبو وريك صعيق وتدبو وريك بوراها صدح تضضوا القطورية وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو أي بثات أحجار وذلك العديس وواجبي وصنع لسكوهي صدح بما واجبا مسوى سنة خلاف كتاب الطهارة نقصه مري باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير حبابي هاي تفضيل الحلق حيرد إن لقف فضل يكفي عنها على التقصير الجابس الاتمام لقابس هذا ما لك حجك اللي تشوفه إلا جح على لو عمره ذا أما لجح على لو بحجك حير الشذا إيو قابسيغا إنا حيرشوذو فضي بلان طيب ومركز حاجي تايوي طيب يا لقاها الله هيا أما إنك معتمر كمتمتعا أسوقو قابسانا سيدو سنة سوهدو وتموو حيرو وحيلو إيو جواز التقصير إيو سيدا تايو وفضي بلان يحيرشوذو يسيمشوذو يفضي بلان طيب قابسيغونا إن لقابسانا تماها لقابينا يبنانتا وحددنا يحمل يحيى ومحمد رمح قال أخبرنا الليث بن سعد بوجه ذا حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر قال وحوجي لي حلق رسول الله رسول كلاه بحيرتي يوم النحر وحلق طائفة من أصحابه رحان كم إذا أصحابتي سينا ويحيرتين ويحيرتين عفوا وقصر بعضهم بركضنا ويقاب صدين صحابه ويقيب صمينو قيبنا سينا نبي ويحيرتين وين ملوكيستن أما وين سنتين وقصر بعض بركونة تميمي قاب صدين قال عبد الله وحيد بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحيد مركو وحيرت كذب رحم الله المحلقي انت حيرت الله ونحاريستو مرة هل مربو النبي وزير أو مرة أما الله باتشير بجيري ثم قال وحيد مركو صدحات أما أفراد والمقصرين ورحم الله المقصرين كوي قاب صدين الله ونحاريستو حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر مالك بهذا متابعين وذلك الليث بن سعدها كلاهما عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقي الله أنحرسو الله أنحرسو كوة تمها حيري قالوا وحيد النبي الله والمقصرين يا رسول الله عطف التلقين بالله يقان عربية عطف التلقين وعطف الوهر عرف الوهر مرنال هبل هبل بنصوارنا إيه جامعنا هذا ننكي هالله إما قف كلا والعطف استعمال ما حر عطف أو حقوق الدرة هيا مثال بلال بن كسو تكني هبل لو كنت تكني هذا راعينا كي هلا هي من كوك هلا أي هذا الكلام كل رهيا حرف عطفنا واستعمال هيا عطف التلقين بالليل هذا إذن نبي مركزاس يكون معطوف في هذا الحقوقان يحكم المعطوف عليه مرك محذوف بل قدر يسا قل والمقصرين أما وارحم المقصرين نبي الله وده اللهم ارحم المحلقين قالوا وحيدين صحابتي
حافظك حول نينك سؤاش أنا بقى كعليي إنه فرد أهاي إنه جماعة أهايين من نمر عودي مهلين والمقصرين يا رسول الله رسولك إله يو أنت قابستنا أدعيها دي قال نبي حول الله مرحم المحلقين نبي قوركي مبدأ يسن إياه وقوة حيرت ونحريس قالوا والمقصرين يا رسول الله نبي لو أنت قابستنا الله ونحريس أدي قال والمقصرين أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن حجاج قال حدثنا ابن نمير أو شيء مقدمة قصوى مريوية وذلك أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابور الزاهد العابد المحدث الكبير ورق مسلم كقاتي كتابك كقاتي بالسمع وكقاتي مسلم كتابك مركو قري أرضا كدو الأخرين جري ويكدق يسنجري من رأيك أخرين جري نبي شيخو كدق يسنجري مسلمة سنة كودن بي لببغو تضباطني كنتم تضباطي أيام كدو الأخرين وكتابك بشي الرجبون انتي وذات أصوك وذاتكم حول انت صدح بقولي سيديد مسلمنا لببغو لحتن يكود وضغر نيسان qiraadi u dambeysay arda u dambeeyayna wuxuu ahaa 257 intuu soo muslimi dhamaan ka hor 4 sano ama 3 sano kadib kitabka muusa wada dhamaysay 3 meelood iyo san muslim kan baqal si toos ah laakiin khadkiisi iyo kitabkiisi buu haystay wajadatan halkana kan u horeysa muqaddimadeena ku soo sheegney ninka marka akhbarna lana ووذاتك كقادن هاي أرضي المسلم الراوغة هاي اللي رجل أبو أحمد الجلودي محمد بن عيسى محمد بن عيسى الجلودي باكولا أخبرنا أبو إسحاق ورواد مسلم ورية بسنة قاتوي وحلو يقن أبو أحمد الجلودي وعانكوي هاي محمد بن عيسى بالليل هذا وأرضي أبو إسحاق أبو إسحاقنا وأرضي خاص كايا مسلم كقاطي كتابك هذا مرك وارتوكم محمد إبراهيم بن محمد صفيان أخبرنا مسلم كبار محمد هنا عن مسلم وجادة لأنه يروي هذا الحديث بالوجادة وجادة واتقانان أحاديث ورد صوم مرتين حقوق هذا هي بالسماع عن مسلم حدثنا مسلم أخبرنا مسلم أي صولها هل كان إيو ملك له كتاب الوصايا إيو ملك له كتاب الإمارة صدح الآن ميلودوي وحسن توس وغم قلي وبالوجادة كورنا إيو كتاب كنا إنه مسلم ألفين ومتواتر عنه ومقطوع قطعي عنه وحال لقاها الله أرضا يعني رواية ديسو صدح ميلو شيخ خموصا مقليني وحكوريا بالخط والوجادة مع الإذن بكوريا لكن من لها كلي سمعته سوي انت سألوجي دعوك لماه أخبرنا أبو إسحاق ياكو يدي ومحمد بن عيسى أبو أحمد الجلود مروات مسلم أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد سفيان الزاهد النيسابوري عن مسلم حجاج وجادة قال مسلم وحولي حدثنا نمير حدثنا أبي عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله نبي عليه الصلاة والسلام حود عين يا ذلك حيرتي بود عين يا دعاء أنا لا بقر بأهيد يوم الحديبية يوم حجة الوداع لا بقر دعين لا بقر دعين نمانك حجة الوداع يو النبي يود عفوا يوم الحديبية يود عين ملك الله ودي النبي الله قليه تماه حيرتي صدق قرب الدعاء أقول يا ذو ركادي سي أقول نقتين تي قليه جاب صدينا وحود عيسى هالمر ولما أنا قاعد كودو يستعين ما بدنا ندعي زمنا بالله وحان الله شيء من حيث الرواية مالك وحات ما هجاب صدى إلا بس حبي كلية عثمان بن عفانيو أبو قتاد يوم الحديبية صحابة أنتوا كلوا حيرتين نبي قال راعي لكن عثمان يا أبو قتاد هجاب صدى إذا نمضك النبي حول الله مرحم المحلقين يوم الحديبية مكي أمنا أم سلمة قرطة ليسي وتقرن ليسي نبي هو حيرتوا حيرتين لبدا سحابينا أيوة هجاب صدى والمقصر المرضى ما لقد بطوري يوم حجت مع النبي وايد عليه الصلاه والسلام قل يا هور ما كل ودي النبي الله ما حد كل قات او كو خيرتنا ادو دعيسه صدح جير كو غابسدينا اد هل مر او دعيسه ولي ما كان انو ان كا توغنو ان كا دوراناي نبي خوري ان لانهم لم يشكوا قل يا سحيرتي ما كانو خيرتي به هوراي كخيرتي ميسن جوكسنين
ما يسن لبا لبينين إذنكم مكاد قابستين واد حقو واد هكتين واد مرقتين لذلك أنا لما سيمي كرو مالين كان ضنبئي صحابه وضا حيرتي النبي قال لغضة يدي وحير بمويين محا إيادنا الله بدنا وحشكينا أوسن جرين محو النبي كوي حيرتين أو قد عي صدح جر كوي قابسنا وحالمر أو قد عي علوم وحيليين حير الشدو عند العرب لما تشعلي عربت وحيش على تمين ديستان بحيان توف كفيران سيد ديستان هلبتو عيالك هذا عليك علاية انت ما هلا سينتو الله حيران عادة الأعاجم بيوارك جوين عباية فرنجي ايو فارسيين تيو هندي ايو تدكا اندي تدكا صحيرت هذا وارد وين ملوكيستان حرشي جعلي يقول قردوم يكسوق لها قردوم يكسوق لها عربتو تمين إلا ديستيش علاية خلافا لعادة العرب والنبي وحوش على مالك حتى تما إن لحيره ومباقي القصي أهانين تما الله لعدة عرب تما الله لعجرتين هاي عبادة اللجوغة ما دام تما تما حيرتي عبادتها هاي نينك حير طيبة أبلغ في العبادة أبلغ في العبادة وفعل كيسانا أبين للخضوع وأصدق للمذلة الله سبحانه وتعالى إلى أن لود له ولسديبه ولم وحبا حرق الله حرين ولم الحديبة محاكو في عن حير الشدة قابس ولي محاكو نسان غير تقياته حرقون أي من زير حق الرحمن ياتي مرقصاصي كل في عين قالوا حدا والمقصر يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصر يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصر يا رسول قال والمقصرين مرضا به النبي انتاسي كذب جي طيب بركا لانه حراشده ابلغ في العباده وابين للخضوع والذله وادل على صدق النيه الي عمرك يا اي علينيا صدرتيت بصلحة إنما كعلماء الزهاد مركي الضم ضدك إيما دان ودم بك توبت كنا أما يو أنت دم بكرة توبت كنا وحيرن تري جماعة من السلف من الزاهدين العباد قفك مركو توبت كنا هاي ودم بك توبت كنا هاي وحافي عم بدين أنت ما حيرته تمي إلى هتكو عاصيات يوفك تاجيسي سكبرك با سوسن ماها قفك مركو صو إسلام يو نحيرته وتما الله حير سوسن ما إذا أنك محقق توبت كياني شركي وكفر بك توبت كياني وحلو سنة مركب نتماه حيره أضغونا مركب معسية كتوبت كياني سمحان في عن تماهنا الحيرتين دهين طيب الكاسي اللمري ومعنا في عنه دقيقة وحدثنا المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر العمري بهذا الإسناد عبيد الله عن نافع بن عمر وقال في الحديث وحكي لراوغان ضمبي فلما كانت الرابعه مرك افراد مرك لا غارو دو دهي يقال انه وحر والمقصرين بمعنى صدح جرب ادعين ما كان مقصرين محلقين تا مرك افراد ان لا هي وحولي كعلين دونا محلقين تي يو نبي وحوري والمقصرين كو غابسدينا الله ونحريسو حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزيد بن حرب وابن نمير مرك صدح جير أما الله بشر بسجون النبي ودعي محلقين تا مقصرين تنا مركز أفراد اللي سوى إن لدعي محلقين تي يوم مقصرين كده أما مركز أحد وشكر راو بين قاب كان لو جمع كري الشيء وحدنا بكر بن شيبة وزيد بن حرب بن نمير وأبو كريم محمد علاء جميعا عن ابن فضيل محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي قال الزهير وحرا سوى ابن حرب في رواية حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة يعني من القعقاع عن أبي زرعة بن عامر بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين الله أدن بداف انت تماه حيرتي قالوا يا رسول الله وإي المقصرين انت قابستان الله أدن بداف للنبي الله أمر حريص قالوا قال بحول اللهم مغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وإي المقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين بخاري بعد كان سوى وريع عن عياش ابن الوليد عن ابن فضيل يكوى عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي وأنا حديث فرد غريب في الصحيحين في الصحيحين تفرد به ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة طيب لكن مسلم بوحكين الدونة إلا متابع أبو زرعة لكم متابعي مركوح فرد النسبة كي هاي من طريقي تفرد به ابن فضيل عن عمار بن القعقاع
عن أبي زرعة، لكن أبي زرعة سوال متابعية في أبي هريرة، في أبي هريرة لقوم متابعي رواية طعان دم بين مسلم مركوا من زوائده القيمة على شيخ البخاري. وحدثنا أبو أمي عفوا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع البصري بوجهه، حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي أبي عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قمرك أبو زرعية متابعي عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أيام مرك المدني أيام مرك متابعي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة وحمر كان شيخ عبد الرحمن بن يعقوب حوشي حديث كي أبي زرعة أو كلا حقا معناها اسكو لفظ ما لفظي وحاكي أبو عوانة في مستخرج على صحيح مسلم لفظي لفظي كان كله وي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح وأبو داود الطيالي سليم بن داود عن شعبة بن الحجاج عن يحيى بن الحسين عن جدتي أييد أم الحسين الأحمصية وين صوم الري أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة وحين مقشي أم الحسين نبي محمد أدعى يدك تماح يا صدع جر حجك سي وداع سقوتسك والمقصرين مرة كوي قابسنا هالمربو أدعى ولم يقل وكع موسى أرن في حجة الوداع إيه وحاون شيقي أبو داود الطيالسي رواية كورونا قصوا مري سيدا صواب كان لبضة رواية حديث بو يسوغي النبي قلنه يوم الحبيب ودعي محلقين تصدح شر كذلك في حجة الوداع لكن أحاديث تحجة الوداع كه الله هي أي آذ وقبضا كوى الشيقي يوم الحديبية يوم الحديبية أنا وحوها لأجل فرق وحاكي يعني لأجل الشك وعدم الشك يوم الحجة وداعنا ومخالفة العادة العربي يوم موجتا موجسيه قاسنا كي خضوعة يا أدون نمضة أضرب أم موجتما مكاد إن الحيرته وضرب تينو مركة دتكو حتى في الجاهلية يا حتى عادة سمقي سمرقيبة كم يضرب تما يحيط تما كم مصيبة قد عض تما يحيرة هيان تن كمالها وقرك حتى تلاقين الحيران اسمه واسكدي قبل روح نوع كلا يعني لباطئ رفاق بربعين موجيه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل يعني بن اسماعيل المدني كلاهما لبدا وداد يعقوب بن عبد الرحمن ايو حاتم بن اسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق راسه في حجة الوداع نبي قال مدحي سحيري حجك يسقوت انت النبي مدح يسو خيري عدو خيرتينا وانه قال دون ان شاء الله نبي قاب كتما اوقيبي حديد كان ودن وخه كهدل يا يتما لا خيري يا قابسغا فدي بدل ما اي خيردا فدي بدل ما وا اسكو ميد يو وا كلا فدي بدل هاوشاس وحي خسيسا رغا رغا خسيسا دمر كتما ان اي خيران لما اوغولو دمرك حاجينية أما عمريسانية تماظوا ما قابين كرا ما حيري كرا وين قاب صنية وين قاب صنية رقا لقاها يا في عن إنا يتما حيران ما لينك حجك ما لينك عمرنا أي قاب صنية هدو حجك الدم بيو هدان عمرنا حجك الدم بينينا وإلا حيرانا فضي بضان عمران حجك الدم بينين حيدا فضي بضان عمر حجك الدم بينا قاب سيقا فضي بضان لكن حج وسمك الله حلالو بيو وإن تماها الله قابس الحيرو وإبر لقاد ديغو ومحمل لقاد سوريبين أيا فضي بضان دمركو لوما أقول هدي حج شوغان إيا هدي حج شوغين بإنا تماها حيران وممنوع عدر دار إيو حنون بيو حيري كران حج وسمها وإي قابسا وحيار انتهي انقبطي قوين مقصو قوين إنا وذي حيطة الله مربو هل فردد أما هل انتهي قبطو أم بي تشيريس روركو حبو بي قوين في دكوري أما رد حدا هذين حاجيه دهين تمام ما تابن كرت واقول حذيدي هذي حاس تهينا نم باب هوسان اسكاله كل جيت مهم بلاها مرك هذي الله حيره هاي وين لقطه شدو لقى شوره يحن وجره اسكم ملوكي سماش ما رقي دم راكل الدوين ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير حديث ابن عباس حديثك علي نهى المرأة أن تحلق شعرها النبي عليه الصلاة والسلام مكرر بدمر كتمين حيران لما أقول من داية ذا رقي دمر اسكباب معها حق فقيات خلاف قبضاني ماشي كتا وحاوي
هاتما ما كلا قاب سنوي قاب كله قاب ما الله وذا قابين إياه. طيب مسقيبة لقينا إياه بحثي قال قصوم قصوم برت كتاب الطهارة باب الوضوء مسيح دم مضح أيها كجرة الاسم إذا علق الحكم إذا علق باسم هل يكتفى بأوائله أم بآخره قاعدة أصول الإسكوها يوم هذه حكم شرعية مقع الوحره الحكم إذا علق باسم مع الوحره هذا الحكم كان ماذا حكم حرانية وعمل نصه وكحران ماذا حيري ديسا أما قابين تيسا قابين تنو قال لنا قابين تنبركم ماذا حرانية قابية مسوح حكوكو فلانا ضنين تاي هنا دور حبو قويسو شابعو عدن انت سويجد صدح تيمات هذا قويسو أوكي بيني دور حبساس صدح تيمات تسويجد أبقي لأن وام حي الحكم إذا علق باسم يكتفى بأقل ما يقع عليه اسم التقصير هذا تقصير وحالي هذا مدح والله وضع قابيه عرفا ولغة نين طابت مدح قابي الورن ما يحليه لك تنبو قابي تنبو قابي ايه مدح قاب سدوه كل دوانت مدح قاب سدوه ام حي وان لغسيمه مدح ايدي الكي اي برتو وضع قادي ما قسكو خلاف وساكو جو اسكد بدن لكن سيدا صوابك هدي الله حيران هيا مدح ورن بالله وضع حيري هدي الله قاب سنة ايانا ما كان رقها الله انه هي مدحوران بالله قابين ايا اما دمركو ايو هران بالله مو اقلي انت مين اي حيران قاب سيقونا عمل لي حج باكين اي لما هو اقلي اسل كيسي هوري رقوا واكدوا مين اي ايو والا اقبالي كرا هل دوبي سوجي اذا كان حكا قوين هيان اي دور تمي هو قاب سن كران اي مقص كفيدي سيقع كسين اي والا اقلان كرا اما رقوا ايو حال ربا انا سبعانو حيرتان اما سبعانو قاب سن والله سبحانه وتعالى اعلم.